التاسع من يوليو من عام 1890 أوردت جريدة The Oshkosh Northwestern الأمريكية وتناقلته صحف أخرى أوردت خبراً أفاد باجتياح إعصار حلزوني فظيع مسقط والمنطقة المحيطة بها ودمر كثيراً من المنازل والمناطق الزراعية وقتل ما لا يقل عن 700 شخص حسب ما أوردته الصحيفة. التاسع من يوليو من عام 1993 تم التوقيع على تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمساهمة حكومية بلغت 51% وست شركات عالمية مثل شل الهولندية وتوتال الفرنسية وبارتكس البرتغالية وميتسوبيشي وميتسواي توشو اليابانية. من أبرز مهام هذه الشركة إقامة وتشغيل منشآت مرافق إسالة الغاز والشحن البحري والتسويق. التاسع من يوليو من عام 2001 توفي المؤرخ سعيد بن مسعود بن محمد المعشني المولود في محافظة ظفار سنة 1949 زار العديد من البلدان العربية مشياً على الأقدام تيمناً بالمؤرخين القدامى وسجل تجاربه ومشاهداته. من آثاره العلمية كتاب الصناعات التقليدية في ظفار وكتاب الآثار التاريخية في ظفار، وبعد وفاته بعامين صدر كتابه الأعراف والعادات الاجتماعية والثقافية بظفار، كما حقق مخطوط الدلائل والأخبار في خصائص ظفار لعبد الله بن جعفر الكثيري، وكتب أوراقاً بحثية في تاريخ ظفار وتراثها.